بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك في من النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، أن تجعل لساني عامرا رب ذكرك وقلبي مليان بخشيتك، أنت حسبي ونعم الوكيل. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت يا ربي تجعل الصعب سهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله الفيديو ده هيكون الجزء الأولاني من المراجعة النهائية الخاص بكورس ميكانيكا الإنشاءات 3 الخاص بتالتة مدني هندسة الزقازيق. بس في نهاية الجزء الأولاني هيكون في جزء عن مراجعة للبليتس، ده مش علينا، ده هيكون خاص بالتخلفات. تمام، هنبتدي بحل امتحان 2020. بس في الأول كده نفتكر مع بعض، في الأول خدنا أول شابتر كان الستيفنس دايركت ميثود التراس. كنا الملخص الموضوع ان اي دلتا افقية هحطها هتجيب لاي حاجة افقية اي في اي على ال كوزاين تربيع سيت، صح؟ واي حاجة رأسي هتبقى كوزاين ساين. ده لما احط دلتا افقية بيبقى فاضل لي اشوف شوية العناصر، النقطة اللي اتحركت دي مجموع العناصر دول، يعني دي هتبقى سيجما اي في ايه على ال كوزاين تربيع للتلات عناصر دول، والرأسي هيبقى كوزاين ساين للتلات عناصر. اي نقطة تانية بتبقى افقي كوزاين تربيع بس بالسالب، رأسي كوزاين ساين بس بالسالب للعنصر اللي نقل الحركة من النقطة اللي اتحركت للنقطة اللي انت بتحسب عنها، سيان كان العنصر ايه. يبقى اول حاجة اي حاجة افقية هنحطها دلتا افقية تجيب لي افقي اي افقي كوزين تربيع، يا موجب يا سالب، يا شوية عناصر يا عنصر واحد، تجيب لي رأسي كوزين ساين. طب لو حطيت رأسي دلتا رأسية هتجيب لي ساين تربيع، اي رأسي ساين تربيع، يا موجب يا سالب، يا شوية عناصر يا عنصر واحد، وتجيب لي افقي كوزين ساين. ده ملخص سريع للترس. طب البيم كنت بدأت أشوف الديجري اوف فريدم، عرفتها إن أنا أي لو عندي هنج هيبقى مسموح لها بالدوران، رولر بهمل الحركة الأفقية بيبقى مسموح لها بالدوران، انترميديات هنج المفروض عندها 3 ديجري اوف فريدم، دلتا رأسية وسيتا يمين وسيتا شمال، بس أنا بحذف السيتا يمين والسيتا شمال بناء إني عارف إن المومنت عند الانترميديات هنج يمين وشمال بزيرو، وبوصل اي قيمة عندها بزيرو، بيبقى عندي دلتا رأسية بس. نتيجة دي ودي السيتا والدلتا الرأسية بيظهر لي قوة، هبدأ احط كل دلتا من دول بواحد هيظهر لي شوية قوة. ايه شوية القوة اللي هيظهروا لي؟ لما تحط سيتا بواحد هيديني هنا كده في سيتا حطيتها بواحد هيديني 4 اي اي على ال على ال، والناحية التانية 2 اي اي على ال، ويديني رياكشنات دول بيلفوا مع بعض بيضغطوا هنا عند النقطة دي، لا يبقى يشد هنا ويضغط هنا، والرياكشنات دي مجموع الاتنين مومنت دول على طول الباكية، يعني 6 اي اي على ال تربيع. تمام، يبقى هحط سيتا بواحد، يا يعني تظهر لي الحالة دي 4 و2، يا تظهر لي حالة تانية ملاقيش عند النقطة التانية دي ما بتشيلش مومنت، او انا مش فارض عندها سيتا، خلاص يبقى القيمة دي 3 اي اي على ال، نفتكر مع بعض كده. ويجيب لي الرياكشنات، نفس الرياكشنات ده بيشد هنا ويضغط هنا، بس قيمة الرياكشن الرأسي ده 3 اي اي على ال تربيع، مفيش حالة تالتة. يبقى هتيجي تحط سيتا بواحد والفريم زيها، يعني احنا دلوقتي بنعمل مراجعة على القوة اللي هتظهر في البيم والفريم نفس القوة، يا 4 و2 مومنت و6 رأسي، يا 3 مومنت و3 اي اي على ال تربيع رأسي. طب اما تيجي تحط دلتا رأسية مثلا بواحد هيظهر معاك ايه؟ هيظهر معايا حالتين برضه، حطيت دلتا هنا اهي بواحد، المفروض النقطة دي طلعت، بشدها رجعها مكانها، المومنت كده والمومنت كده، ده 6 اي اي، ده 6 اي اي على ال تربيع، والناحية التانية نفس الستة، النقطة دي طلعت خلاص، يبقى الرياكشن ده طالع والرياكشن ده نازل، قيمتهم مجموع الاتنين على طول الباكية اللي هو 12 اي اي على ال تكعيب، والناحية التانية 12 اي اي على ال تكعيب. يا الحالة دي هتظهر معايا يا حالة تانية هتيجي تحط دلتا هنا بواحد،
اما الاقيش هنا مثلا سيت، المفروض الطبيعي النقطة دي طلعت يجيب لي ستة وستة، ده الطبيعي ستة هنا وستة هنا. طب لو ما لقيتش هنا سيتا عند النقطة دي، اشيل الستة دي والستة دي تبقى تلاتة، انا هرملها نصها الناحية التانية، تلاتة اي اي على ال تربيع. طب لو العكس ما لقيتش هنا سيتا الناحية التانية، يبقى اشيل دي ودي تبقى تلاتة اي اي على ال تكعيب، ماشي كده؟ يبقى انا هيظهر عندي والرياكشنات الرأسية 3 اي اي على ال تكعيب، المومنت 3 اي اي على ال تربيع، والرياكشن 3 اي اي على ال تكعيب. يبقى انا هتيجي تحط سيتا بواحد، يا 4 مومنت و2 مومنت و6 رأسي، يا 3 اي اي على ال و3 اي اي على ال تكعيب. لما تيجي تحط دلتا رأسية، يا 6 و6 و12، يا 3 و3، مش هيظهر حاجة تالتة. ساعات بقى البي ما بيظهرش في نورمال، انما الفريم ساعات تيجي تحط دلتا تلاقيها افقيه، تعمل لي نورمال هنا سهله دي، اي في ايه على ال، موضوع سهل خالص كده. خلصنا بي والفريم، القوه اللي هتظهر فيه، تمام كده. نبدا نشوف بقى الامتحان عامل ازاي. خش هنا كده، ده اول سؤال اهو، بس كان ال2020 كان عليهم جزء اسمه سلوب ديفليكشن، فاول مسألة دي وتاني مسألة دي مش علينا، ولان ممكن احلها بالدايركت ستيفنس، بس مش علينا دي سلوب ديفليكشن، كان عايزهم سلوب ديفليكشن. يبقى احنا نبتدي من السؤال التالت ده. هنا ترصه، المفروض انا برتب درجات الحرية، قلت احنا متفقين من الاول كده ابجدي، هروح عند ايه اشوف عندها درجات حرية. ده نقطة فري عندها دلتا افقية ودلتا رأسية، اسمها دي واحد ودي اتنين. اجي هنا الاقي تلاتة واربعة، وهنا خمسة وستة، ستة في ستة مش هعرف احل. وانا جيت ابص على الستيفنس ماتريكس اصلا لقيتها تلاتة في تلاتة، كي تلاتة تلاتة اهي. طب اعمل ايه؟ لا، ما انت خلي بالك، لا في هنا كده خط عكس تماثل، النقطة ايه، في 25 بتضغط، في 25 هنا بتشد، 70 هنا بتشد، 70 هنا بتضغط، في عكس تماثل. يبقى النقطة دي هي اللي هيحصل فيها هو اللي هيحصل في النقطة دي، بس عكس التماثل، يعني الدي واحد بتضغط هنا يبقى الدي واحد تشد هنا، الدي اتنين بتشد في ايه يبقى دي اتنين بتضغط في ايه، مع عكس تماثل. طب هنا في اتنين صح؟ لا، خط التماثل لما هيمر بنقطة التماثل يمنع لي الحركة الأفقية ويسيب الرأس، إنما عكس التماثل يمنع لي الرأس ويسمح لي بالأفق، ده سيمتري ده أنتي سيمتري. يبقى عند النقطة اللي هيمر بيها خط تماثل مفيش إزاحة أفقية، في رأسية بس. طب خط عكس التماثل مفيش رأسية، في أفقية بس، ده عكس تماثل يبقى في أفقية، دي تلاتة. يبقى درجات الحرية عندي ايه؟ دي واحد دي اتنين، دي واحد دي اتنين الناحية التانية، ودي تلاتة. وابدا احط كل دي بواحد واشوف هيظهر لي قوه عامله ازاي. ماشي، شوف كده هيظهر لي عامله ازاي. ادي درجات الحريه بتاعتي اهي زي ما حطيناها، نحط الدي واحد بواحد، قلنا اي حاجه افقيه هنحطها تديني اي افق كوزين تربيع اي راس كوزين ساين، يعني هتيجي تحط دي واحد بواحد يجيب لك كده اي في ايه على ال كوزين تربيع لده وده وده، يجيب لك راسي ده كوزين تربيع، يجيب لك رأسي كوزين ساين، ماشي كده تمام. دي عند نفس النقطة. طب لو نقطة تانية دي أفقية يبقى سالب كوزين تربيع للنقطة اللي للعنصر اللي هينقل الحركة من هنا لهنا اللي هو ده. يبقى أنا ظهر عندي عند دي واحد ظهر إيه في إيه على إيه الكوزين تربيع لده وده والعنصر ده، بس في اتنين. ليه؟ ليه الاتنين دي؟ عشان عكس التماثل اللي هيحصل. المفروض لما اجي احط دي واحد بواحد احط اي حاجة اسمها دي واحد بواحد، المفروض احط دي بواحد واحط دي بواحد، فدي تجيب لي كوزين تربيع لده وده وده، وتجي دي تجيب لي كوزين تربيع لده وده وده. طب في عكس تماثل، خلاص اضرب القيمة في اتنين، حل نص المسألة كده واضرب في اتنين. ماشي، جاب لي رأسي عند دي اتنين، ما انا بفتح مصفوفة انا عارف انها تلاتة في تلاتة، ده اول عمود فيه. نتيجة دي واحد بواحد ظهر عند دي واحد ايه، ظهر عند دي اتنين ايه، ظهر عند دي تلاتة ايه.
ظهر عند دي واحد اي في ايه على الكوزين تربيع ده وده وده في 2. قلنا هنسمي العناصر على طول من تحت لفوق من الشمال لليمين عشان الافق يبقى زيرو والرأس 90 وابقى عارف الزاوية في الربع الاولاني. يعني العنصر ده ايه؟ دي بي، هسميه دي بي. انا بحط من نقطة البداية بحط افقي واقيس عكس عقارب الساعة، يبقى ده في الربع الاولاني، يبقى الكوزين والساين موجبين. عنصر زي ده هسميه اتش بي، يبقى انا عارف ان الكوزين بتاعته لانه في الربع التاني الكوزين بتاعته بزيرو. تمام، ماشي. ظهر للدي واحد اهو كوزين تربيع لده وده وده في 2. طب ظهر عند دي 2 نتيجة دي واحد بواحد، ظهر كوزين ساين لده وده وده في 2 برضه اهو، ماشي كده. طب ظهر عند دي 3، ظهر سالب اي في ايه على ايه الكوزين تربيع لاي بي في 2 برضه. طب ايه ده؟ ما هو اي بي هو بي سي، يعني دي واحد دي هتجيب هنا سالب كوزين تربيع بي سي، ودي هتجيب هنا سالب كوزين تربيع اي بي، او في 2 هي هي يعني. تمام كده، ده اول عمود في المصفوف. بعدين تاني عمود اهو، حط الدي 2 بواحد، هحط الدي 2 بواحد تجيب لي هنا ايه؟ تجيب لي هنا ساين تربيع سيتا، صح؟ للتلات عناصر تجيب لي هنا كوزين ساين. طب تجيب لي عند دي 3 سالب كوزين ساين، ماشي خلاص. اعمل لي العمود بتاعي، لما حطيت دي 2 بواحد ظهر عند دي 1 كام؟ ظهر عند دي 2 كام؟ ظهر عند دي 3 كام؟ ظهر عند دي 1 اي في ايه على ايه الكوزين ساين للتلات عناصر في 2 اهو، في 2. ظهر عند دي 2 اللي انت حطيتها بواحد، ظهر ساين تربيع للتلات عناصر اي في ايه على ايه ساين تربيع للتلات عناصر في 2 برضه. طب ظهر عند بي سالب كوزين ساين سالب اي في ايه على ايه الكوزين ساين لاي بي وبي سي، او اي بي في 2، يعني ممكن لاي بي في 2 او اي بي وبي سي، هي هي عادي. تمام، تاني عمود تالت عمود، حط الدي 3، هتحط الدي 3 دي تجيب لك ايه؟ دي افقي، يبقى تجيب لي كوزين تربيع لانهي عناصر؟ للمشتركين في النقطة اللي ده وده 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 اهو عند دي 3 اهي، صح؟ للخمس عناصر دول. طب تجيب لي هنا ايه عند الدي واحد؟ تجيب لي سالب كوزين تربيع، صح؟ لانهي عنصر؟ للاي بي في 2 او اي بي هو وبي سي، دي تجيب هنا ودي تجيب هنا عادي يعني. ودي 2 تجيب عندها ايه؟ تجيب سالب كوزين ساين لانهي عنصر؟ برضو اللي هينقل الحركة من النقطة اللي اتحركت للنقطة اللي انت بتحسب عندها اللي هو اي بي في 2 او اي بي وبي سي. تمام كده، جبت الاستيفنس ماتريكس، يعني الخطوات بتاعتي عملت موديل، وبعدين اجيب الاستيفنس ماتريكس احط كل دي لوحدها بواحد واشوف هيظهر لي ايه. بكون الجدول اهو، قلت عندي حالتين، يا يديني يقول لي اي في ايه على ايه اللي ثابت لكل العناصر فخلاص ده اخده بره المصفوف، واي في ايه على ايه اللي رقم ثابت. انما لو قال لي اي في ايه هو اللي ثابت، هحط هنا خانه في الجدول اسمها ال، وخانه اسمها اي في ايه على ال، لان كل عنصر هيبقى له اي في ايه على ال مختلفه عن التاني، انما هو كان قايل لي اي في ايه على ال ثابت. خلاص اي بي، اي بي بزيرو، اجيب العناصر اللي انا محتاجها، والسيتا لو عايز اجيب السيتا دي العنصر دي بي السيتا بتاعته ايه؟ مقابل تان سيتا يساوي مقابل على مجاور 7/8 شيفت تان، يديك الزاوية دي اهي 41 في الربع الاولاني فعلا اهي. تمام كده، عايز اجيب عنصر زي جي اي، ها اجيبه ازاي؟ هات الزاوية دي تان سيتا 7/8 وبعدين اطرحها من 180 تجيب الزاوية دي. ما انت محتاج دي، انت من نقطة البداية بتحط الافق وتقيس عكس عقارب الساعة. كونت الجدول، الموضوع سهل، ها عادل الستيفنس ماتريكس عندي اهي، جبت الارقام ده جبته من الجدول، اي في ايه على ايه الكوزين تربيع للعنصر ده وده وده، جمعت الكوزين تربيع لده وده وده وضربتهم في اي في ايه على ايه اللي في 2 طلع لي الرقم ده. قلنا من خصائص المصفوفة العنصر الرئيسي ده لازم يكون موجب، والمصفوفة متماثلة حوالين القطر الرئيسي، ده هو ده ده هو ده ده هو ده، كي 1 2 هي 2 1، 1 3 هي 3 1، 3 2 هي 2 3. تمام كده، الفورس ماتريكس سهلة خالص
اشوف كل قوة مقابلة للدي. ها كل قوة مقابلة للدي، الدي واحد مقابل ليها ايه؟ هنا نرجع خطوة كده، ها الدي واحد مقابل لها ايه؟ مقابل لها 25 صح؟ بس في 2 عشان في 25 هنا وخمسة وعشرين هنا، ايه دي 2 مقابل لها ايه؟ 70 بس في 2. او شوف كل دي 2 مقابل لها ايه؟ دي 2 في هنا 70 موجبة وفي هنا 70 موجبة برضو، ما انت هنا الفرض لتحت يبقى 140. دي 3 مقابل لها ايه؟ في قوة كده؟ لا يبقى بزيرو. اف يساوي كيف دي؟ جبت الدي واحد والدي 2 والدي 3 قيم قعدوا عندي اهو. طب وبعدين عايز اجيب القوة جوه كل عنصر، العناصر اللي في بدايتها ونهايتها مفيش ازاحات بتبقى بزيرو، القوة فيها بزيرو. طب عايز اجيب القوة في عنصر زي الـ AB، انا عارف الفورس بتساوي A في A على L في الدلتا. طب الدلتا اجيبها ازاي؟ الدلتا بيقول لي فرق الازاحات، انت مسمي ايه؟ AB مثلا، فرق الازاحات الافقية النهاية ناقص البداية في كوزين الثيتا، زائد فرق الإزاحات الرأسية النهاية ناقص البداية في ساين سيتا. على طول عنصر زي الـ AB أهو عنده فرق الإزاحات الأفقية النهاية أهو ناقص البداية أهو، أهو ده ناقص ده في كوزين السيتا اللي هي بزيرو اللي هي في الجدول، ناقص فرق زائد فرق الإزاحات الرأسية، B ما عندهاش إزاحة رأسية يبقى زيرو ناقص الرقم ده في ساين الزيرو يديني الدلتا الحقيقية اللي حصلت في العنصر. خلاص الفرصة بتساوي ايه؟ اي في ايه على ال اهو في الدلتا. تمام كده؟ تمام. عنصر زي البي جي، فين بي جي ده؟ اهو الرأس ده، فرق الازاحات الافقية بي، انت مسمي ايه؟ جي بي صح؟ ها انا هسميه من تحت لفوق جي بي، يبقى فرق الازاحات الافقية عند بي ناقص جي يبقى او بوينت او 3 1 9 ناقص زيرو في كوزين السيت اللي هو 90، زائد فرق الإزاحات الرأسية مفيش رأس أصل في ساين 90 يبقى القيمة اهي او بوينت كذا كذا في كوزين 90 طلع زيرو، يبقى اي في ايه على ال بزيرو. ماشي كده؟ تمام. عنصر زي الدي اي، دي اي اهو انا مسمي دي اي، يبقى هطرح الاي ناقص الدي النهايه ناقص البدايه فرق الازاحات الافقيه، يبقى ده ناقص زيرو في كوزين 90، ده ناقص زيرو في ساين 90 اهو، يديني الدلتا اي في اي على ال في دلتا، جبت القيمه. الموضوع سهل، فرق الازاحات الافقيه النهايه ناقص البدايه كوزين سيتا، زائد فرق الازاحات الراسيه النهايه ناقص البدايه ساين سيتا. نجيب اي عنصر بقى هو محتاجه نجيبه سهل يعني. المسألة التانية كانت ايه؟ المسألة اللي بعد التراس كانت فريم مايل كده، فريم درجات الحرية هحطها اروح عند الاي ملاقيش درجات حرية، عند البي الرولر ده مسموح له بالحركة الافقية اسمها دي واحد ومسموح له بالدوران اسمها دي 2، عند السي مسموح له بالحركة الرأسية دي 3. طب نفتكر مع بعض العنصر المايل كنت بعمل فيه ايه على طول عشان ما ضيعش وقت في التحليل. قلت عندي عنصر مايل وحصل فيه دلتا افقية، كان في التراس العنصر المايل ده يجيب لي افق في ايه؟ اي في ايه على ال، هنجيبها من التراس، اي في ايه على ال كوزين تربيع سيتا. تمام. اي كوزين تربيع هيبقى معاها ساين تربيع بالموجب زائد ساين تربيع سيتا بالموجب. طب ايه اللي مع الساين تربيع؟ قيمة الشير 12 اي اي على ال تكعيب. ماشي كده؟ يا 12 يا 3. امتى 12 وامتى 3؟ 12 لما يبقى هنا فيكسد او هنا هنج وعنده سيتا، ما انتش عارف المومنت، انت فرضت ان انت ما انتش عارف المومنت. امتى تبقى 3؟ لو هنا هنج وما حطتش سيتا يبقى انت عارف المومنت، يبقى 3. زي الحالة دي لما حصل دلتا رأسية جاب لي 6 و6 و12، ده الطبيعي. طب ما كانش فيه هنا سيتا، كانت دي 3 ودي 3. تمام. يبقى اي عنصر مايل هيحصل فيه دلتا افقية
يجيب لي افقي كوزين تربيع، اي كوزين تربيع معاها موجب ساين تربيع. طب يجيب لي راسي، كان في التراص ايه؟ لما تحط افقي يجيب لك راس ايه؟ اي في ايه على ال كوزين ساين، صح؟ اي كوزين ساين معاها سالب كوزين ساين، كوزين ساين القيمة اللي معاها بقى نفس القيمة دي، لو دي 12 اي اي على ال تكعيب يبقى دي 12 اي اي على ال تكعيب، لو دي 3 يبقى دي 3. هيبقى فاضل لي المومنت، انت حاطط ايه الدلتا دي، حاطط الدلتا دي بواحد، صح؟ المفروض بتتحلل كده في اتجاه العنصر وعمودي على العنصر، عمودي على العنصر ده هو اللي هيجيب لي نورم مومنت. النقطة دي طلعت امسكها ارجعها مكانها، يبقى القيمة دي لو 12 دي يبقى 6 المومنت، 6 اي اي على ال تربيع، بس مضروبة في حاجة، في ايه بقى؟ اللي مع ال 12 الموجب دي، اللي مع الساين تربيع الموجب معاها ايه؟ معاها ساين، يبقى دي ساين، ساين سيتا. ها يبقى انا حطيت افقي على مايل يجيب لي اف ايه على ال كوزين تربيع، اي كوزين تربيع معاها ساين تربيع، يا 12 يا 3. يجيب لي راسي كوزين ساين، اي كوزين ساين معاها سالب كوزين ساين، يا 12 يا 3. لو دي 12 يبقى المومنت 6، لو دي 3 يبقى المومنت 3. فاضل لي الموجب، الموجب 12 معاها ساين تربيع يبقى دي ساين، تمام كده؟ الموضوع سهل. طب لو حطيت بقى العكس، لو حطيت رأسي بواحد، لما كنت بتحط في التراص رأسي دلتا رأسية كان بيجيب لك اي في اي على ال ايه على ال ساين تربيع، قلنا اي كوزين تربيع معاها ساين تربيع، اي ساين تربيع معاها كوزين تربيع 12 اي اي على ال تكعيب كوزين تربيع سي، كانت بتجيب لك افقي لما تحط رأسي اي في اي على ال كوزين ساين، اي كوزين ساين معاها سالب كوزين ساين 12 اي اي على ال تكعيب كوزين ساين. طب فاضل لي المومنت، ماشي، انت حاطط ايه؟ حاطط ازاحة كده. بتتحلل ازاي؟ تتحلل كده في اتجاه العنصر وعمودي على العنصر، يبقى النقطة دي طلع المومنت، ارجع النقطة دي مكانها، يبقى المومنت اتجاهه قيمته انا عارف، لو دي 12 يبقى دي 6 اي اي على ال تربيع، لو دي 3 يبقى دي 3. طب اللي مع الموجب ايه؟ كوزين تربيع، يبقى دي كوزين. الموضوع سهل خالص، اسهل من التحليل. طب انا عمال اقول هنا كوزين سيتا، ساين سيتا، ساين تربيع سيتا، كوزين انهي سيتا؟ زي التراس، انت كنت بتاخد السيتا ازاي؟ بحط من البداية افقي واقيس عكس عقارب الساعة، التزم بالسيتا دي، تمام خلاص، تمام ماشي. ها حطيت درجات الحرية، نروح بقى للمسألة، حط درجات الحرية اهو، نقطة ايه بي عندها دلتا افقية وعندها سيتا، سي انترميديا تنج عندها دلتا رأسية، حط الدي واحد بواحد. ها المفروض احلل، انا عاملها بالطريقتين، طريقة التحليل وطريقة الحل على طول، يعني الحل على طول اهو، يجيب لي ايه؟ انت حاطط افقي يجيب لك كوزين تربيع، كوزين تربيع معاها موجب ساين تربيع 12. طب 12 ليه؟ عشان النقطة دي فيكسد. طب المومنت دي تتحلل كده وتتحلل كده، يبقى دي طلع، يبقى خد النقطة دي ارجعها مكان قيمة دي 12، يبقى دي 6، اللي الموجب ده معاه ايه؟ معاه ساين تربيع، يبقى دي ساين. محتاج اجيب الرأسي؟ لا، ما انا ما بجمعش في اتجاهه، اجيبه ليه؟ طب السيتا اهي مقابل على مجاور، اجيب السيتا. ها ماشي كده، يبقى نرجع تاني كده، حطيت دلتا بواحد اهي، الدلتا بواحد دي مشتركة في نقطة بي، يبقى عندي عنصر اي بي وبي سي هيتأثروا، بي سي عمل لي نورمال اي في اي على ال، سهل، دي اي في اي على ال كوزين تربيع زائد 12 اي اي على ال تكعيب ساين تربيع، يبقى الدي واحد ظهر في اتجاه ايه؟ الرقم ده اي في اي على ال زائد الرقم اللي انا لسه قايله. طب في اتجاه دي اتنين السيتا اللي هنا ظهر ايه؟ ظهر مومنت كده قيمته 6 اي اي على ال تربيع في ايه؟ في ساين السيتا اللي احنا لسه قايلين. طب في اتجاه ده ظهر ايه؟ دي 3 ده زيرو، في هنا قوة رأسية؟ لا مفيش،
يبقى اول عمود في المصفوفة جه سهل اهو، جمعت في الاتجاه ده لقيت فيه الرقم ده زائد زائد الرقم ده فين زائد ده، ماشي كده اهو. طب في الاتجاه ده في ايه؟ دي تلاتة بزيرو اهي. طب المومنت اهو سهل، القوانين اللي انا قلتها هحولها لارقام. اخلي بالي في الترس بيبقى يقول لي ده له ايه واي مختلفة مثلا عن العناصر الافقية، اخد بالي وانا بعوض اي في ايه على ال، اخد الاي بتاع العنصر ده، دي اي في ايه على ال كوزين، اخد الاي بتاع العنصر ده والاي بتاع العنصر ده، ماشي كده. طب ال اللي انا عمال اقول ال ال دي انهي ال؟ المايل طبعا، ال ال بتاع العنصر المايل، ماشي. حط دي اتنين بواحد اهو، حطيت دي اتنين ده سيتا هنا، يجيب لي اسأل نفسه سؤال فيه هنا سيتا او فيكسد، اه يبقى اربعة ودي اتنين اهي، اربعة واتنين تمام، دول بيلفوا مع بعض بيضغطوا هنا، عمالين يلفوا يضغطوا هنا، يبقى يشد هنا ويضغط هنا بقيمة كام؟ ستة اي اي على ال تربيع، ماشي. طب العنصر ده بي سي المفروض هنا اربعة صح وهنا اتنين، بس اسأل نفسه سؤال سيتا نقطة سي عندها سيتا، في سيتا انت فرضتها هنا؟ لأ، يبقى ده يتشال ودي يبقى تلاتة، والرياكشنات اهي في اتجاه دي واحد ظهر ايه؟ على الوضع ده مفيش حاجة، بس دي المفروض تتحلل في الاتجاه ده، شوف السيتا دي تجيب لي سيتا هنا صح؟ دي ودي 90 دي ودي 90، يبقى دي سيتا، يبقى ستة اي اي على ال تربيع، كوزين سيتا يجيب لي رأس مش عايزه، ساين سيتا يجيب لي افق اللي في اتجاه دي واحد اللي انا عايزه، ماشي. في اتجاه دي اتنين ظهر ايه؟ اربعة اي اي على ال وتلاتة اي اي على ال، في اتجاه دي تلاتة ظهر ايه؟ القيمة دي بالسالب، ده تاني عمود اهو، تاني عمود في المصفوف. تالت عمود هتحط ايه؟ حط دي تلاتة بواحد، دي تلاتة دي مشتركة في عنصر ايه؟ بي سي والسي دي، حطيت دلتا هنا بواحد دلتا هنا بواحد، النقطة دي تطلع، المفروض الطبيعي هنا ستة وهنا ستة، طب نقطة سي عندها سيتا، طب امال انت حاطط عندها مومنت ليه؟ يبقى دي تشال وتبقى دي تلاتة، والقيم تلاتة وتلاتة، قلنا يا ستة وستة واتناشر يا تلاتة وتلاتة. نفس الموضوع بي سي النقطة دي طلعت، المفروض يجيب لي الطبيعي ستة كده وستة كده، ده الطبيعي. نقطة بي عندها سيتا، اه انت فارض عندها سيتا، طب نقطة سي عندها سيتا لأ، يبقى دي تتشال وده يبقى تلاتة اهو، والقيم تلاتة، تلاتة اي اي على ال تربيع، تلاتة اي اي على ال تكعيب، ماشي يا عم. في اتجاه دي واحد ظهر ايه؟ ظهر الرقم ده في اتجاه دي واحد ظهر زيرو صح؟ مفيش دلتا كده. طب في اتجاه دي اتنين ظهر الرقم ده بالسالب، طب في اتجاه دي تلاتة ظهر الرقم ده زائد ده، موضوع سهل خالص، أعوض بالأرقام عندي، ماشي. الفيكسد اند مومنت نرجع للمسألة كده كانت عاملة ازاي، خلاص نجيبها من هنا. كان عندي هنا السي دي في حمل موازي، ماشي كده، المفروض يجيب لي دبليو ال تربيع على الاتناشر، دبليو ال تربيع على الاتناشر ده الطبيعي، برضو اي مومنت هحطه اسأل نفسه سؤال نقطة دي عندها سيتا او فيكسد بتشيل مومنت، اه يبقى سيب ده، طب نقطة سي عندها سيتا او بتشيل مومنت، لا هو يعني قلنا يعني ايه سيتا وفرض سيتا او مش فرض سيتا، فرض سيتا يبقى انت مش عارف المومنت، يبقى اي حاجة تيجي تدناها زي ما هي، انما لو انت مش فرض سيتا معناه ان انت عارف المومنت، يبقى وصل لي المومنت، اي مومنت يجي عند النقطة اللي انت مش فرض عندها سويه بالمومنت الحقيقي، يبقى 84 في ال تربيع على 12 اداني رقم ورقم، ده قلت هنا السي عندها سيتا لا، يبقى شيل ده وارمي نصه الناحية التانية صح، هرمي نصه الناحية التانية، المهم المحصلة هنا عدد الرقم ده، الرياكشنات ركز ده يجيب نصه هنا 250 ونصه هنا 250، طب 387 عايز القوتين يعملوا لي ازدواج عكسها، بتضغط هنا يبقى يشد هنا صح ويضغط هنا بقيمة كام؟ 378 على طول الباكيت، اديني 63 63. نروح للبي سي،
المفروض الطبيعي بيقل على 8، بيقل على 8 فيكسد اند موم. بي عندها سيتا، اسيبه. سي عندها سيتا، لا، يبقى اشيل ده ويرمي نصه الناحية التانية، يبقى هنا عاد زيرو، هنا عاد الرقم المحصلة ده. نفس الموضوع، 70 يجيب لي 35 و35 رياكشنات رأسية. طب ال 78 75 بتضغط هنا صح؟ اهو بتضغط هنا، يبقى انا عايز قوتين يعملوا لي ازدواج عكس الموضوع ده، يشد هنا ويضغط هنا. بقيمة كام؟ 78 75 على طول الباك، اديني ده وده. ماشي. العنصر المائي في هنا مومنت مركز كده قيمته 68، المفروض يجيب لي مومنت هنا ومومنت هنا نفس اتجاه المومنت المركز قيمته اما على الاربعة واما على الاربعة. تمام، جاب لي 17 و17. اسأل نفس السؤال، اكس نقطة ايه دي؟ فيكسد او عندها سيتا، يبقى ديدن. نقطة بي عندها سيتا، يبقى ديدن. يبقى زي ما احنا عاملين كده. طب الرياكشنات المفروض ال 17 بتلف مع ال 68 مع ال 17 كلهم اتجاههم كده بيضغط هنا، يبقى انا عايز قوتين يعملوا ازدواج عكس، يشد هنا ويضغط هنا. عمودي على العنصر طبعا، العنصر مايل كده، يبقى القوة اللي هنا كده وكده عشان اضرب في الطول ده يديني الموج. ماشي. قيمته كام؟ مجموع ال 17 زائد 68 زائد 17 على طول الباكية، طول الباكية المايل، يديني الرقم ده والرقم ده. ماشي. طب في اتجاه دي واحد ظهر ايه؟ دي واحد ده افقي عند البي. خلاص حلل ده صح. 8 السيتا فين؟ دي سيتا، دي سيتا، يبقى دي سيتا، يبقى الرأس ده كوزين ده ساين، يبقى 8.246 ساين السيتا يديني الافقي ده، يبقى هو عكس الفرض يبقى سالب، يبقى ناخده هنا موجب عشان باخد في الفورس ماتريكس باخد اكشن. ماشي. في اتجاه دي اتنين ظهر ايه؟ ظهر ال 78 75 موجب، وظهر ال 17 سالب، يبقى يديني رقم موجب اخد انا بالسالب. في اتجاه دي اتنين ظهر ايه؟ ظهر 35 و250 وسالب 63 وسالب 13 5 دوت 125، يديني رقم موجب اخد انا سالب. الموضوع سهل خالص، فورس تساوي كيف دي، جبت الدي واحد والدي اتنين والدي تلاتة. طب ماشي، كان عايز هو ايه؟ عايز المومنت، التجميع عادي خالص، المومنت اللي اسمه اي بي. هروح للحالة بتاع دي واحد بواحد، ظهر مومنت اسمه اي بي، 25.11، اخد ده اضربه في الدي واحد الحقيقية بقى، زائد روح للدي اتنين، في ظهر يا عم اي بي مومنت اسمه اي بي، في 106.72 في الدي اتنين الحقيقية. كل حاجة هتاخدها من دي معينة تضربها في الدي الحقيقية بتاعتها. ما هي دي كان الفرض الدي واحد بواحد، دي واحد حاليا رقم حقيقي بقى، يبقى أي حاجة هتاخدها من دي واحد تضرب في الدي واحد، أي حاجة هتاخدها في الدي اتنين تضرب في الدي اتنين. الموضوع تجميع ثانوية عامة بقى، احنا مجرد ما جبنا دي واحد ودي اتنين ودي تلاتة الاستراكشر خلص. ماشي. اروح للدي تلاتة، في اي بي اصلا؟ لا مفيش. اروح للفيكسد اند مومنت اللي ورا ده، في اي بي؟ في 17 سالب، الاقي اهو الارقام اهي، ده خدته من دي واحد ضربته في دي واحد، ده خدته من دي اتنين ضربته في دي اتنين، رحت لدي تلاتة ما كانش في حاجة وخدت الفيكسد اند مومنت سالب 17 اللي لسه قايلينه ده. موضوع سهل خالص، تجميع. اي مومنت تاني هو عايزه هروح اجيب. طب عايز النورمال مثلا اي بي او النورمال بي سي، نورمال نرجع كده نشوف بي سي، هروح للدي واحد، في هنا نورمال، في الرقم ده في الدي واحد، هروح للحالة اللي بعدها، بي سي في نورمال؟ لا. سي دي في بي سي في نورمال؟ لا. الفيكسد اند مومنت في نورمال بي سي؟ لا. يبقى الرقم 1100 اهو، 1100 في الدي واحد. تمام. تمام. عايز مثلا النورمال في الاي بي، النورمال في الاي بي، هروح للدي واحد الاقي الرقم اللي تحت ده 172.524 في الدي واحد. ماشي. روح للدي اتنين، دي اتنين في اي بي، في حاجة بتعمل لي نورمال؟
لا اي بي هنا مفيش اي بي اصلا، فيكسد اند مومنت. في اي بي نورمال؟ لا. يبقى هو الرقم ده في الدي اهو 172.524 في الدي 1، تمام. ان سي دي كذلك. طب عايز الشير، عايز الشير اللي اسمه بي سي مثلا، هروح للدي 1. في بي سي في شير؟ لا. دي 2 في شير؟ اه في 91.667. خلي بالي بقى الشمال واليمين، شماله طالع يبقى موجب، يبقى موجب 91.667 في الدي 2 الحقيقية اللي عندي دي. هروح للبي سي، في هنا شير؟ اه في سالب 15.277 في سالب 11.172 فيكسد اند مومنت. في بي سي؟ اه في 35 موجب وفي 13.125 موجب. هلاقي الارقام دي متجمعة في اي البي سي هاي، ماشي. سالب 550 في الرقم 91 دوت في الدي 2 زائد فيكسد اند مومنت يديني الشير الحقيقي، وهكذا اي شير عايزه. التجميع ده سهل خالص، ماشي. المسألة اللي بعد كده كانت ايه؟ كانت سبيس تراس. سبيس تراس المسألة اصلا بتبقى محفوظة. انا بحط اول حاجة بعمل موديلنج، بحط ديجري اوف فريدم، دي 1 في اتجاه اكس، دي 2 في اتجاه واي، دي 3 في اتجاه زد. وبعدين بمسك كل عنصر على طول، هسمي العناصر من نقطة التقاطع للنقطة التانية. همسك العنصر اللي اسمه اي سي واي جي واي بي واي دي، اجيب له طول، والسي اكس زاوية ميله مع محور اكس، والسي واي والسي زد. كل عنصر الطول والسي اكس والسي واي والسي زد محتاج اجيب الكوردينيت بتاع النقط. نقطة جي اكس بزيرو، واي بزيرو، زد بزيرو. نقطة سي اكس بزيرو، مشيت حاجة في اكس؟ لا. مشيت في واي هنا كام؟ 15 و6، والزد بزيرو. نقطة بي مشيت في اكس 13، وواي زيرو، وزد زيرو. طب نقطة ايه؟ مشيت في اكس 13، ومشيت في واي كام؟ 19.5، ومشيت في زد زيرو. طب نقطة دي، النقطة اللي تحت دي، مشيت في اكس 13، ومشيت في واي 19.5، ومشيت في زد سالب 10.4. يعني انا اعتقد ان صعوبة التراس كلها نجيب الكوردينيت. موضوع اهبل اصلا بتاع ثانوية عامة. جبت الكوردينيت، كل عنصر اخده اجيب له طوله، وسي اكس السي واي والسي زد بتاع العنصر. اهو حطيت الديجري اوف فريدم اهي، دي 1 دي 2 دي 3. جبت الكوردينيت قدامي اهي، امسك كل عنصر، بس كل عنصر اسمي بقى، انا قلنا نسمي من نقطة التقاطع لغرض معين عشان لما اجي اجيب الفرصة النهائية هنشوف القانون نبقى عارفين. يبقى اخد اي سي اي جي اي بي اي دي، اجيب لكل عنصر الطول. الطول بجيبه ازاي؟ فرق الاكسات جذر فرق الاكسات تربيع زائد فرق الوايات تربيع زائد فرق الزدات تربيع، النهاية ناقص البداية، النهاية ناقص البداية. اي سي يبقى هطرع على طول سي من ايه؟ يبقى انا لما هسمي من نقطة التقاطع هتبقى عينيا من النقط التانية للتقاطع، بطرح على طول سي من ايه، جي من ايه، بي من ايه، بي من ايه، ماشي كده. سي اكس بجيبه ازاي؟ فرق الاكسات على ال، برضو النهاية ناقص البداية. سي واي فرق الوايات على ال، وهكذا للعنصر اي سي واي بي واي جي واي دي. وبعدين كون جدول ظريف. انا عندي الاستيفنس، الاستيفنس ماتريكس محفوظ اهي، عندي اكس اتجاه اكس واي وزد، اكس واي زد. العنصر الاولاني ده اسمه اكس، اكس ده اسمه صف عمود، سي اكس سي واي، ده سي اكس سي زد، سي واي سي اكس، سي واي سي واي، سي واي سي زد. ده صف عمود سي زد سي اكس، سي زد سي واي، سي زد سي زد، ماشي. المفروض كل ده في اي في اي على ال، يبقى عندي برضو نفس الترس العادي، حالتين. يا يقول لي اي في اي على ال ثابت، يبقى ساعتها خدها بره المصفوف. يا يقول لي اي في اي هو اللي ثابت،
وساعتها اعمل ايه؟ هيبقى جوه الجدول هنا صف عمود اسمه ال وعمود اسمه ايه في ايه على ال، تمام؟ يبقى كده كل عنصر انا جايب له سي اكس سي اكس سي واي سي زد، انا محتاج ايه جوه المصفوفة؟ سي اكس اكس واي واي زد زد اكس زد اكس واي واي زد، دي اللي محتاجها. والقيم ده انا جبتها لكل عنصر خلاص. ده تربيع يجيب لي ده، ده تربيع يجيب لي ده، ده تربيع يجيب لي ده، سي اكس في سي واي زد ده في ده بزيرو وهكذا. وبعدين انا محتاج ايه؟ مجموع السي اكس سي اكس ده، مجموع السي واي سي واي زد زد اكس واي اللي جوه المصفوفة. قلنا حالتين، يا اي في ايه على ال ثابت خلاص بطلعه بره المصفوفة، يا اي في ايه هو اللي ثابت ساعتها هنا في بيبقى فيه هنا عمود اسمه ال وعمود اسمه اي في ايه على ال. ساعتها سي اكس سي اكس ده يجي ازاي؟ باخد اي في ايه على ال في السي اكس، تمام؟ تربيع زائد اي في ايه على ال العنصر التاني سي اكس، اي في ايه على ال سي اي، لان كل واحد له اي في ايه على ال مختلفة. نخلي بالنا من الحتة دي. خلاص جبت الستيفنس ماتريكس، الفورس ماتريكس تيجي ازاي؟ المقابل لكل دي، ها درجات الحرية كانت عندي اهي، ها كانت عندي ازاي؟ دي واحد كان كده، دي اتنين كده، دي تلاتة كده. المقابل للدي واحد كام؟ زيرو. دي اتنين 58، دي تلاتة 70. اهو فورس بتساوي كيف دي، جبت الدي واحد والدي اتنين والدي تلاتة، وبعدين عايز القوة جوه كل عنصر بتساوي اي زي التراس، اي في اي على ال في الدلتا. الدلتا في التراس العادي قلنا فرق الازاحات الافقية صح، النهاية ناقص البداية كوزين سيتا، زائد فرق الازاحات الرأسية النهاية ناقص البداية ساين سيتا. هنا لما تكون مسمي نفس الموضوع، نهاية ناقص بداية برضه، لما تكون مسمي نقطة التقاطع للنقط التانية على طول هتلاقي القانون سالب دي واحد سي اكس سالب دي اتنين سي واي سالب دي تلاتة سالب دي تلاتة سي زد لأي عنصر. طب عايز الدلتا ايه بي؟ خلاص سالب اهو الدي واحد في السي اكس سالب دي اتنين في السي واي سالب دي تلاتة في السي زد. طب هي فين دي تلاتة وفين ال سي زد؟ السي زد ده اصلا بتاع العنصر ده كانت بزيرو، ماشي كده تمام. جبت الدلتا خلاص البي بتساوي اي في ايه على ال في الدلتا لأي عنصر بقى، الموضوع سهل خالص تمام. تمام بعد كده كان جايب مسألة اهي في سيمترية، في مسألة ده اسبسترس. طب الديجري اوف فريدم العادية بتاعتي، انا هخش افكر اقول درجات الحرية العادية بتاعتي في دي واحد في اتجاه اكس، دي اتنين في اتجاه واي، دي تلاتة في اتجاه زد، مومنت او سيتا في اتجاه اكس، سيتا في اتجاه واي، سيتا في اتجاه زد. طب دول ستة في ستة، بصيت على الستيفنس ماتريكس في الاختيارات لقيتها تلاتة في تلاتة. طب اعمل ايه؟ انا هستغل حاجة معينة في هنا اهو، خط سيمترية صح؟ كنا في نفتكر كده في الادفانسد قلنا لو كان عندي كده جريد اهو، وهنا قوة هي نفسها القوة اللي هنا، ده فيكس ده اهو، ده فيكس ده اهو، ده فيكس ده. قلنا خط السيمترية غير لون كده، خط السيمترية هيمر بالنقطة اللي عندها درجات حرية، المومنت في اتجاه خط السيمترية ده بزيرو. لو كان خط عكس السيمترية بيمر بالنقطة كان الإزاحة الرأسية بزيرو صح؟ ماشي، ده خط سيمترية اهو، يبقى المومنت في اتجاهه بزيرو، مفيش مومنت اصلا في اتجاهه. ما هو المومنت في اتجاه البلان كله، يعني ده في بلان اهو صح، رأس اهو، قاسم المسألة دي يمين كده شمال كده صح، يبقى المومنت في اتجاه ده او في الاتجاه ده بزيرو خلاص. يبقى الرأس ده طا، يعني نحط درجات الحرية بتاعتنا كده، ها الرأسي ده طا، الرأس طا، يبقى مفيش مومنت رأس. طب الدرجات الحرية في سيمترية خلاص، النقطة دي لو فيها دي واحد كده اتحركت لجوه سنتي
نفس النقطة دي هتتحرك لجوه نفس السنتي اللي هي عشان السيمترية ده. ماشي. طب الرأسي؟ لا ما فيهوش مشكلة، ده دي اتنين. طب المومنت؟ برضو المومنت اللي هيحصل هنا، السيتا اللي هتحصل هنا هي هي اللي هتحصل هنا، بس اتجاه السيتا قلنا كنا كان عكس اتجاه الإزاحة. يعني المومنت ده حاليا بيضغط في اي بي، لا يبقى المومنت التاني يشد في الاي بي. اهو درجات الحرارة اهي، دي بيضغط ده بيضغط، ده دي اتنين، ده بيضغط ده بيشد، دي تلاتة. درجات الحرارة عدد عندي تلاتة في تلاتة من الأدفانس. تمام. حط كل دي بواحد ونشوف هتجيب ليه. حطيت دي واحد بواحد، دي واحد دي كان في الاتجاه ده كده صح؟ اهو في الاتجاه ده، في الاتجاه ده، في الاتجاه ده صح؟ المفروض في دي واحد كمان في الاتجاه التاني ده، المفروض احطها كمان بواحد. خلاص ممكن احل يحلها اتنين، كل دي واحد بواحد، يحلها نص المسألة بس واضرب في اتنين عادي خالص. تمام. ده مفهوش مشكلة، يعمل لي ايه في ايه على ايه؟ ده انا عارف ازاحة بتجيب لي 12 على طول، 12 والمومنت 6، 12 اي اي على ال تكعيب، اي ايه الازاحة في اتجاه زد يبقى اي واي عكسها. تمام. طب المومنت انا عارف انه هيبقى يا فوق يا تحت، طب هو فوق ولا تحت؟ قلت بطبق القاعدة، الاربع صوابع مع اتجاه القوة، بطن ايدي في اتجاه نقطة التقاطع يجيب لك القوة، تيجي تحط تلاقي المومنت لتحت. ماشي كده؟ تمام. طب نكمل كده نشوف الإزاحات اللي هتطلع. ها عملنا ايه دلوقتي؟ عملنا ده ايه في ايه على ال صح؟ ده 12 يجيب لي ايه؟ المفروض المومنت ده اللي تحت مش اللي فوق. ماشي كده؟ تمام. طب نكمل القوة دي، حطيت ازاحة هنا تجيب لي 12 في اتجاه ايه؟ كان العنصر ده اصلا هو قايل لي في المسألة الاي واي بتساوي الاي زد، فمش فارقة اي واي اي زد مش فارقة. ماشي كده؟ هما بيساووا بعض. طب ماشي، اجيب المومنت ازاي؟ خلاص حط القوة، الاربع صوابع في اتجاه القوة، بطن ايدك لفوق تلاقي المومنت لتحت. تمام كده؟ جمع في اتجاه دي واحد، ظهر ايه؟ ظهر ايه في ايه على ال؟ و12 اي اي واي على ال تكعيب و12 دي، واضربها في اتنين. ما هو في اتنين دي جروف فريدة مسموم دي واحد. ماشي. في اتجاه دي اتنين، دي اتنين ظهر ايه؟ في قوة رأسية؟ لا، يبقى بزيرو. في اتجاه دي تلاتة كان مومنت كده او مومنت كده، في مومنت في الاتجاهين دول، في الرقم ده بس بالسالب في اتنين برضه. ماشي كده؟ يبقى دي معكوس، دي لتحت، هعدلها لكم في الشيت. تمام كده؟ تمام. نشوف بقى اول عمود اهو، ده في اتجاه دي واحد، ده وده وده في اتنين. تمام كده؟ تمام. في اتجاه دي اتنين مفيش حاجة، زيرو. في اتجاه دي تلاتة، الرقم ده في اتجاه دي تلاتة اهي، الموجب اهي صح ولا ايه؟ بس انا هنحط الدرجات اهو. في اتجاه ده دي تلاتة، ده ظهر ايه؟ مفيش مومنت في الاتجاه ده. طب في الاتجاه ده ظهر ايه؟ ظهر الرقم ده موجب في نفس الاتجاه الموجب. ماشي. اخلي بالي الفرض كان كده، يبقى الرقم ده في مو. ماشي. وبعدين احط دي اتنين هي اللي بواحد ونشوف هيظهر معانا. يبقى نحط دي اتنين بواحد ونشوف ايه اللي هيظهر معانا. بس خلي بالي دي اتنين دي كان دي جروف في ريدم واحد، مش كده؟ دي اتنين بواحد كان اتجاهها رأس صح كده؟ يبقى احط دي اتنين بواحد اهو، دي اتنين اهي، دي اتنين اهي. العنصر ده مفهوش مشكلة ايه في ايه على ال، ده برضو ازاحة 12 اي اي على ال تكعيب، اي ايه دي في اتجاه واي يبقى زد. ها المومنت انا عارف المومنت هيبقى كده صح، يا هيبقى كده. ماشي. حط الاربع صوابع لفوق، بطن ايدك بس للتقاطع، يبقى المومنت كده قيمته كام؟ 6 اي اي نفس الاي اي زد على ال تربيع، ده رأسي انا عارف المومنت هيبقى كده،
مع ضرب في اتجاه واي المومنت هيبقى زد، صح كده؟ واحد في واي واحد في زد. برضو بقى الصوابع لفوق بطن ايدي باصص للتقاطع، هلاقي المومنت البرة كده هو اللي مظبوط، تمام كده اهو اهو الاتجاهات اللي انا جبتها، تمام. وبعدين جمع بقى، حول دول لارقام سهلة، وبعدين جمع في اتجاه دي واحد، ظهر ايه؟ ظهر زيرو، مفيش قوة كده، في قوة كده او في قوة كده؟ لا، هيبقى زيرو في اتجاه دي اتنين اللي انت حاططها اصلا بواحد، ده اللي انت حاططها اصلا بواحد، ده زائد ده زائد ده، هل هضرب في اتنين؟ لا، ما هي دي واحد كانت دي واحد، دي اتنين دي كانت واحدة بس، انما دي واحد كان دي واحد كده ودي واحد كده، فضربت في اتنين، تمام. اتجاه دي تلاتة ظهر ايه؟ ظهر الرقم ده موجب والرقم ده موجب، اجمعهم مع بعض يبقى ده دي تلاتة، تمام. حط دي تلاتة بواحد، دي تلاتة بواحد، رجع خطوة كده، دي تلاتة بواحد كانت فين؟ دي تلاتة دي كان مومنت عامل ازاي؟ كان مومنت كده، صح؟ مومنت كده، وفي مومنت زيه الناحية التانية، بس قلت هعمل واحدة واضرب في اتنين، ماشي كده؟ تمام. ده يعمل لي ايه؟ تورشن جي اي اكس على ال، ده يعمل لي ايه؟ 4 اي اي على ال، اي ايه في اتجاه زد يبقى زد، معايا مومنت الصابع الكبير في اتجاه المومنت، بطن ايده بس للتقاطع، الاقي القوة لفوق 6 اي اي زد على ال تربيع، هنا برضه 4 اي اي على ال، اي واي اي زد مش فرق، ليه؟ ما عشان كان القطاع ده كان مربع، كان مربع كده، اي اكس سو اي واي اصلا مش فارقة، بس اثبت اتجاه، يعني مثلا لو قلت ده واي يبقى التاني زد على طول، ماشي كده؟ ده زد يبقى ده واي، عشان اما اجي اجمع في الاخر ما اتلخبطش. المهم في اتجاه دي واحد ظهر ايه؟ ظهر المومنت ده، صح؟ والمومنت ده والمومنت ده، ده دي تلاتة في اتجاه دي واحد قوة كده بزيرو، في اتجاه دي اتنين قوة كده اهي، صح؟ في اتنين بقى، في اتجاه دي تلاتة الرقم ده والرقم ده والرقم ده في اتنين برضه، عشان في اتنين اسمهم دي تلاتة اهو، الارقام اللي عندي اهي، ماشي كده؟ في اتجاه دي واحد كان في قوة هنا، كنا نسيناها الناحية التانية، معايا مومنت الصابع الكبير، بطن ايده بص للتقاطع، يبقى القوة اهي، ماشي كده؟ قيمتها دي 4 اي اي على ال، دي 6 اي اي على ال تربيع، جمعت وضربت في اتنين، خلاص. عايز بقى اجيب الفورس ماتريكس، خلاص خد كل عنصر حط عليه القوة بتاعته، صح؟ او عنصر واحد والقوة اللي تظهر اضربها في اتنين، ماشي. كان في 70 كده، جاب لي 70 كده و70 و35 كده و35 كده. طب المومنت انا عارف مومنت حمل مركز اهو، كان بيجيب لي بيقل على 8 كده وبيقل على 8 كده، الاتنين كانوا بيلفوا عكس بعض، خلاص انت جبت عند نقطة بي التقاطع، جبت قوة، خلاص الأربع صوابع في اتجاه القوة، بطن ايدي يبقى المومنت هنا كده بيقل على 8. طب الناحية التانية يبقى عكسه، ما انت اللي قلت اهو، اما رسمتها 2 دي لقيت ده بيلف عكس ده، ماشي كده؟ تمام. طب ال40 دي في 40 افقية وفي 70 رأسية، ال40 الافقية تجيب لي كده 20 وكده 20، صح؟ ال40 دي في اتجاه دي واحد في اتجاه اكس كده، انما دي ال70 في اتجاه زد، ماشي؟ تمام. برضو نفس الموضوع، جبت عند نقطة تقاطع 20، يبقى الاربع صوابع في اتجاه ال20، بطن ايدي باصص للتقاطع، يبقى المومنت هنا لفوق قيمته بيقل على 8، يبقى الناحية التانية عكسه، انت اللي قلت لما كان في مومنت مركز جاب لي هنا عكسين، خلاص العنصر ده زي ده، يجيب عنصر واحد واضرب في اتنين عادي، في اتجاه دي واحد ظهر ايه؟ قوة في الاتجاه ده، نظهر بس القوة كلها اللي ظهرت، كان معمول انيميشن، ماشي كده؟ نرجع خطوة، في اتجاه دي واحد ظهر ايه؟ ظهر 20 دي بالسالب، صح؟ يبقى موجب 20 في 2 يبقى 40 اهو، في اتجاه دي 2 ظهر ايه؟ 35 موجب، صح؟ في اتجاه الموجب اهو، في 2 يبقى 70، يبقى خدها سالب اكشن.
ماشي في اتجاه دي 3، ظهر ايه؟ ظهر المومنت ده 52.5، ده موجب صح؟ في حاجة تانية؟ لا، يبقى 52.5 موجب في 2 يبقى 105، اضربها في سالب عشان تاخدها اكشن. اهو موضوع سهل خالص، فورس بتساوي كيف دي، جبت الدي 1 والدي 2. طب عايز النورمال في العنصر اللي اسمه بي سي، نرجع كده تجمعات بقى، الموضوع كله بقى تجمعات. نتيجة دي 1 بواحد، لما حطيت دي 1 بواحد، ها ظهر لك هنا نورمال في البي سي، اه في الرقم اهو 45,000، بس في دي 1 بقى الحقيقي صح كده؟ تمام. اروح للحالة اللي بعد كده، دي 2 في في نورمال بي سي، لا في الدي 3 في نورمال بي سي، لا في الفيكسد اند مومنت في نورمال بي سي، لا يبقى القيمة ال45,000 في دي 1 اهي، في الدي 1 وهكذا. الشير يعني ايه؟ الشير واي يعني اي حاجة شير في العنصر اللي اسمه بي سي ظهر فيها اي واي. نرجع كده نركز في اي واي واي زد، دي لما حطيت دي 1 بواحد اهو، دي 1 بواحد اهي، ظهر لي عند البي سي، البي سي ظهر شير اسمه اي واي. نشوف القوانين اهي، اهي ظهر حاجة اسمها اي واي بي سي. خلي بالي انا لو نركز في حاجة معينة، الايه اعتبر دي مش موجود، وانا بجمع هنا، ما انا جمعت هنا وضربت في 2، يعني اما جيت اجمع في اتجاه دي 1 جمعت ده وده وده وضربتهم في 2 عشان في كونتين اسمهم دي 1. تمام. طب اما اجي اجمع، ما هو في تماثل، مش فينا تماثل؟ بي سي ده هو بي اي، يعني انا لو حلل نص المسألة بس كده وجيت اقول هات لي النورمال بتاع البي اي، اقول مفيش هنا نورمال؟ لا في، ما هو العنصر ده بي ايه هو بي سي، في ايه ده في الدي 1. تمام كده. يبقى ببص على العنصر بي سي وبي ايه لو انا راسم نص المساله، انما لو راسم المساله كلها خلاص ببص هنا بي سي اهو مفيش شي، بي سي اهو في شير اهو اسمه اي واي اهو، يبقى 12 اي اي واي على ال تكعيب في الدي 1. فهمنا الحته دي؟ لو حلل النص بي سي هو بي اي، يعني باخد من بي سي وباخد من بي اي، لو حلل المسألة كلها حاطط كل دي واحد في الاتجاهين خلاص هي هتظهر لك دايركت يعني. تمام. اروح لحالة دي 2 بواحد اشوف بي سي ظهر عنده شير ولا لا، اهو في شير اهو، بس ده اي زد، لا ما يلزمنيش، هو عايز الشير بي سي واي، ماشي كده. تمام. نروح للحالة اللي بعد كده، دي 3، دي 3 اهو، دي 3 بواحد في شير اسمه واي، في اي واي. نرجع كده خطوة، معلش. في هنا بي سي، بي سي في شير اسمه اي واي. طب في هنا بي اي لو انت حلل النص بس وده مختفي، ما انتش رسم، انا حلل نص المسألة. في اي واي، لا ده اي زد، ماشي هو اي زد ده، يبقى ده مش تبعنا، هو عايز الواي. اروح للفيكسد اند مومنت، انت جمعت في انهي اتجاه واي؟ بص بس على اتجاه واي في الدي 1 كان انهي اتجاه، اي واي اللي قدامي دي في اتجاه انهي اتجاه، في الاتجاه ده اهو. يبقى شوف الفيكسد اند مومنت الشير اللي جه في الاتجاه ده، يبقى ده اسمه واي اهو. هنروح للفيكسد اند مومنت بسرعه اهو، فيكسد اند مومنت الاقي سالب 20 اهي صح، القيمه دي سالب 20 اهو في التجميع اهو، سالب 20 ولا موجب؟ ها موجب 20 ولا سالب 20؟ خلي بالك انت هنا صح، بي سي سالب ولا موجب حاليا حسب ما انت فارض، يعني ايه يعني دي دلوقتي اشوفها تبع انهي اتجاه ولا تبع انهي مومنت؟ لا انت اما جيت تحسب حسبت ايه،
خدت القيمة اللي كانت في الاتجاه ده موجب، قلت 12 اي اي واي على ال تكعيب في الدي واحد، تطلع موجب تطلع سالب بقى براحتك عادي، كده كده هتختارها من الاختيارات. يعني انت مثلا قلت ان الاتجاه ده، وانا بجمع الشير عشان ما اوقفش جوه واقول ده شمالي ونازل يميني وطالع واطلعه، انت فرضت ده موجب، خلاص اي حاجة عكسه سالب، او فرضت العكس يبقى اي حاجة عكسها موجب، ماشي كده؟ التجميع سهل يعني اهو. عايز الكيو بي سي زد، نفس الموضوع، اي حاجة فيها اي زد هجمعها معايا، دي اول حالة اهي، في بي سي زد او بي اي زد، لا هروح للحاجة اللي بعدها، دي اتنين، في حاجة اسمها اي زد شير، في 12 اهي، 12 اي اي زد على ال تكعيب، خلاص انت خدت فوق موجب يبقى موجب، ماشي كده؟ بي سي فيها 12 اي اي زد على ال تكعيب في كام؟ في الدي اتنين الحقيقية. هروح للحالة اللي بعد كده، في يا عم بي سي زد، بي سي او بي اي في زد، في 6 اي اي على اي زد على ال تربيع بس في الدي تلاتة، روح الفيكسد اند مومنت، في يا عم اي زد، في 35 دي معاي، خلاص يبقى المجموع اهو، على المجموع اهو، الرقم ده في دي واحد، الرقم اللي انا خدته في دي تلاتة، دي اتنين قصدي، ودي دي تلاتة، والفيكسد اند مومنت اللي هو 35. خدت اي حاجة طالعة موجب يبقى اي حاجة نازلة سالب، طلعت سالب اختارها في الاختيارات، طلعت موجب اختار سالب، ايه الرقم اللي موجود هتلاقيه موجب يا سالب. المومنت نفس الموضوع، اروح على بي سي، اي حاجة مومنت ظهرت سهم براسين فيها اي واي يبقى ده المومنت بتاع واي، فيها اي زد يبقى ده المومنت بتاع زد بتاع اللوكال اكس. موضوع التجميع سهل خالص، التورشن مومنت في اتجاه العنصر صح، سهم براسين في اتجاه اكس اللوكال بتاع العنصر يعمل لي تورشن، دي سهلة زي النورمال كده. يبقى خلي بالي بس من حاجة معينة، لو حطيت دي واحد بواحد مرة واحدة يبقى ببص على البي اي والبي سي لانهم متماثلين، ماشي كده؟ انما لما تيجي تحط دي اتنين هي دي اتنين واحدة بس، لما تيجي تحط دي تلاتة ده في اتنين دي تلاتة، خلي بالك، يبقى اما اجي اجمع هجمع من البي سي والبي اي العنصرين المتماثلين. موضوع سهل بإذن الله. مسألة بعد كده كانت المسألة عاملة كده، نبص عليها الأول، المسألة كانت عاملة كده اهي، تمام، عايز احط ديجري اوف فريدم، اقرا بس هو بيقول لي ايه، بيقول لي نجليكت الاكسيال ديفورميشن، ماشي كده، وبيقول لي ان الاي بي ده بيتحرك موازي للعنصر اي بي، الرولر دي بتتحرك موازي للعنصر اي بي، خلاص حط الدرجات، يعني انا لو دخلت احل ومانيش شايف اي حاجه هحط درجات حريه، عباره عن ايه، في هنا ازاحه كده صح، طب ليه ما حطيتهاش افقيه، هو قال لي الرولر دي موازي للعنصر اي بي يبقى بيتحرك كده، وفي سيتا كده، هنا دي نقطه فري عندها كده وازاحه كده وسيتا كده، هرجع بقى اشوفه قايل لي ايه، بيقول لي نجلكت الاكسيال ديفورميشن صح، يبقى دي الرأسية دي لازم هتتشال، ليه؟ ما ملهاش حل، ما هي لو اتحطت يبقى بتعمل لي نورمال في البي سي في العنصر ده، يبقى دي تتشال. طب ممكن اشيل ايه تاني؟ ممكن اشيل السيتا دي بناء ان عارف ان المومنت هنا بزيرو، المومنت اي بي رولر في البداية بزيرو، طب بالنسبة للأفق ده يبقى انا عاد عندي ايه، نمسح كده، عاد عندي ازاحة كده صح؟ وازاحة كده وسيتا كده، طب هو قايل لي نورمال احذفه صح؟ خلاص، ما هي دي لو دي بتساوي دي واحد ودي بتساوي دي واحد، عنصر اتضغط سنتي واتشد سنتي مش هيحصل فيه اكسيال ديفورميشن صح؟ يبقى دي واحد هي دي واحد ودي دي اتنين، درجات الحرية اتنين في اتنين، حتى هو الاستيفنس ماتريكس قايل لي اتنين في اتنين اهو، تمام. نروح للحل على طول كده، ندنينا نقلب اهو، ها درجة الحرية اهي
زي ما شرحنا، حط الدي واحد بواحد، خلي بالك هتحط دي واحد بواحد، اي حاجة اسمها دي واحد هتتحط، ماشي كده؟ يبقى العنصر الافقي ده، عنصر الافقي المايل قصدي، ده ايه بي ده في بدايته دي واحد ونهايته دي واحد، يبقى مفيش نورمال هيحصل فيه، تمام. طب في دي واحد هتعمل لي شير هنا صح، 12 اي اي على ال تكعيب، وتعمل لي مومنت كده 6 ومومنت كده 6 اهو، تمام. في اتجاه دي واحد ظهر ايه؟ ظهر الرقم ده. في اتجاه دي اتنين ظهر ايه؟ ظهر ده بس بالسالب، وجمع عادي خالص اهو، ماشي. موجب ولا سالب ده الرقم ده، المومنت ده المفروض عكس الفرض صح، المفروض الرقم ده سالب ولا موجب؟ سالب، ما النقطة دي طلع صح كده، عايز ارجع مكانها كده، وانت فارض ده كده يبقى سالب. حتى نشوف في الاختيارات، نشوف في الاختيارات سالب ولا موجب، كانت في الاختيارات ايه؟ ها في الاختيارات فين؟ كي سالب اهي، 1625 مكتوبها غلط يعني، هصلحها لك، تمام كده؟ تمام. نرجع للمسألة تاني، تمام. حط دي اتنين بقى هي اللي بواحد، هتحط دي اتنين العنصر ده اهو، يعمل لي هنا 4 وهنا 2، ده الأساسي. طب هنا في سيتا، انت حاطط سيتا؟ لا، يبقى دي تشال، يبقى دي 3، 3 اي اي على ال تربيع، وتجيب لي الرياكشنات دي في اتجاه دي 2، في العنصر قصدي بي سي برضو، في هنا 4 وفي 2 ده الطبيعي، في هنا سيتا فيكسد، في فيكسد بيشيل مومنت، يبقى 4 و2 والقيم 6. في اتجاه دي 1 ظهر ايه؟ ظهر الرقم ده بالسالب. في اتجاه دي 2 ظهر ايه؟ ظهر 4 و3 موجب، ماشي اهو، الرقم اهو سالب، هي غلطة بس ورا، هنبقى نغير السالب ده، تمام. الفورس ماتريكس هجيبها ازاي؟ سهلة، ده في حمل مركز بيقل على 8، بيقل على 8 في النص، برضو هنا سيتا يبقى سيب ده عند ايه سيتا، لا يبقى شيل ده ويرمي نصه الناحية التانية، يديني الرقم ده 70، يديني 35 و35، والمومنت ده يجيب لي القيمة دي والقيمة دي، شد وضغط برضو ده تركيز وكده، يديني نص القيمة هنا ونص القيمة هنا، دبليو ال تربيع على 8، دبليو ال تربيع على 8، هنا فيكسد تمام وهنا تمام. في اتجاه دي 1 الرقم ده موجب، اخده اكشن هنا سالب، المومنت فيه 288 سالب وفي 78 75 سالب، اجمعهم وغير اشارتهم يبقى موجب اهو، موضوع سهل خالص ان شاء الله. تمام. الستيفنس ماتريكس اف يساوي كيف دي، جبت الدي واحد والدي اتنين تمام كده، الرقم ده مكتوب هنا سالب هو بس في المصفوفة غلط. فرصة تساوي كيف دي، جبت الدي واحد والدي اتنين، عايز بقى اي حاجة هجمع، يعني عايز مثلا مومنت اي بي، اي بي اروح للحالة اللي اسمها دي واحد، في اي بي اصلا مفيش، الحالة اللي اسمها دي اتنين في اي بي، في اي بي بس مفيش مومنت، كده كده انت ما كنتش حاطط سيتا، عارف ان المومنت بزيرو. طب المومنت بي ايه؟ بي ايه في هنا بي ايه؟ مفيش. في الدي اتنين في بي ايه؟ في الرقم ده بس في دي اتنين الحقيقية دي، زائد الفيكسد اند مومنت، ارجع الفيكسد اند مومنت في بي ايه؟ في 78 75 سالب اهو، الاقي التجميع اهي سالب 78 75 والرقم ده برضو بالسالب في الدي اتنين، التجميع سهل خالص، الموضوع سهل. عايز الشير اي بي، هروح للحالة اللي اسمها دي واحد، في اي بي؟ مفيش اي بي. دي اتنين في اي بي؟ في الرقم ده 3719.67 في الدي في الدي اتنين الحقيقية الفيكسد اند مومنت، في اي بي؟ في 35 موجب وفي 13.125 سالب اهو، هلاقي الشير اهو، ماشي كده يا شباب. بي ايه اهو، او اي بي 35 وسالب اهو، اي تجميع من الحالات دي واحد اللي هتاخده من دي واحد هيبقى في دي واحد، اللي هتاخده من دي اتنين في دي اتنين الحقيقي، اللي هتاخده من الفيكسد اند مومنت، زي ما هو الموضوع سهل ان شاء الله، تمام كده.
يبقى ده كان الامتحان بتاع 2020 عشان الناس بتاع التخلفات تراجع عليه. قلنا في آخر الفيديو ده كنا هنشرح حاجة على البليت سريعة، بس ده مش خاص بالمنهج العادي، ده للتخلفات، ويبقى الجزء التاني بقى تكملة حل امتحانات تانية. فنشوف مع بعض الشيء البليت. أهم حاجة كلها إن أنا أجيب معادلة الكيو. الشيء المعادلة بتقول إيه؟ كده كده جيفن بارشال على بارشال ار، واحد على ار بارشال على بارشال ار، ار فاي صح بتساوي سالب الكيو على الدي. شغلته كلها اجيب الكيو زي ما شرحنا. قلنا فيه كذا حال، يا حالة كونسنتريتد، خلي بالي البليت اللي عندي كلها سيركل، يا هيبقى كونسنتريتد في النص ماشي كده. اسألك كده مثلا في حالات الأحمال اللي هتظهر concentrated، فهقطع يظهر لي من تحت مكان القطع الشير الكيو، وفوق البي الحالة دي اللي جاي من تحت يساوي اللي فوق، اللي تحت 2 باي ار كيو، أي حاجة جاية من تحت هتبقى الشير 2 باي ار كيو، واللي جاي من فوق بي كنت البي. ممكن يظهر حالة تانية عندي line load دي بي ودي بي، شكلها عامل ازاي ده؟ اهو دايرة ايه؟ في لاين داخلي كده، كل اللاين ده متحمل على المحيط بتاعه الحمل البي ده اهو. فهاجي برضو اقطع الاقي هنا فترتين من النقطة دي على طول. انا بقيس منين؟ من السنتر بتاع البليت، ببدأ اقيس الار، الاقي من هنا من زيرو للمسافة دي في شير بزيرو صح؟ لو جيت قطعت هنا عند كل تغير في الأحمال ده فترة، جيت قطعت هنا هلاقي الشير جايلي من تحت ومن فوق مفيش أحمال. طب بعد الحمل قطعت هلاقي فيه حمل كده وحمل كده اسمه بي، وفي هنا كيو، يبقى اللي جاي من تحت هيساوي اللي فوق، يبقى 2 باي ار كيو جاي من تحت بيساوي 2 باي في الرقم ده، الار دي هتبقى رقم ثابت 2، 2 باي في 2 في قيمة البي دي، اللي جاي من تحت هيساوي اللي فوق. ممكن يظهر ايه تاني؟ ديستريبيوت اريا كده، كل الاريا مش المحيط بس، جوه الاريا وبره الاريا كله متحمل، الاريا كلها متحمله بيه. يظهر ازاي عندي في المساله؟ يظهر كده حمل موزع كده. ها هاجي هقطع انا على طول بقيس كده، يبقى عندي فترتين من هنا لهنا ومن هنا لهنا. الفترة الأولانية هقطع جواها ألاقي حمل موزع كيو كيو، المسافة دي ار، أنا بقطع على بعد ار، يبقى جايلي من تحت 2 باي ار في كيو، وجاي من فوق باي ار تربيع في قيمة الحمل لو دي بي دي ماشي كده. طب الفترة التانية اللي لو وصلت هنا وقطعت هلاقي من فوق الحمل الموزع بقى جوه كده والكيو كده صح، الشي دي ار، والمسافة دي هتبقى رقم ثابت 2 مثلا، يبقى اللي جايلي من تحت على طول ثابت 2 باي ار كيو، اللي جايلي من فوق باي في 2 تربيع في قيمة البي. ما هو هنا ده اريا عدد معلومة ثابتة مش متغير تمام. انا شايف من المعادلة هيظهر لي شوية تكاملات، التكاملات هيظهر ثوابت عشان اوصل للفايل اللي انا محتاجها دي. الثوابت دي تيجي ازاي؟ حاجات ثابتة عند خط التماثل اللي انا بقيس منه على طول، ات ار بيساوي زيرو الفاي بزيرو، هنا عند ار تساوي مسافة معينة مثلا خمسة، انا عارف ان الام ار بزيرو عشان عارف المومنت هنا ده في البدايه بزيرو. طب لو في مومنت مركز يبقى ات ار يساوي خمسة، ام ار هيساوي الرقم ده، لو ده ام يبقى ام، بس خلي بالي تحت موجب فوق سالب يبقى سالب ام. بين الفترات يعني عندي فترتين، يبقى النقطه التقاطع بين الفتره دي والفتره دي الفاي عندها فاي واحد هيساوي فاي اتنين، الفاي بتاع الفترة الأولانية يساوي الفترة التانية، الام ار بتاع الفترة الأولانية يساوي ام ار بتاع الفترة التانية. موضوع سهل خالص.
هيظهر لي برضو في التكاملات حاجة تانية ار لين ار، هكملها ازاي؟ دي مراجعة سريعة يعني، احنا كده كده كنا شارحين ار تربيع على الاتنين لين ار ناقص ار تربيع على الاربعة، دي محفوظة على طول كده، زائد الثابت بقى اللي هيظهر، يبقى ار لين ار بيساوي ار تربيع على الاتنين لين ار ناقص ار تربيع على الاربعة. جه السنة اللي فاتت مسألة عاملة ازاي؟ نشيل ال نشيل الأرقام دي كده، دي نمسح دي كده وكبر كده. كان جاي مسألة عاملة ازاي؟ مسألة عاملة كده هنا فيكسد كده، ده خط التماثل اللي في النص ماشي كده، مش التماثل، السنتر لاين يعني بتاع المسألة. قايل البعد ده 2 من هنا لهنا 3 مثلا، وجايب لي حمل موزع كده ماشي كده، مومنت مركز كده ده 20 ده 50 ده 20 ده 50. اعمل ايه؟ عندي كام فترة هنا؟ اخلي بالي ان من 0 ل 2 دي، ده مش بليت اصلا، يعني الرسمة بتاع البليت ده عامل ازاي؟ عاملة كده، وده فراغ الفيكسد هنا، النقط دي متفكسدة كده، النقط دي متفكسدة كده، النقط دي متفكسدة كده ماشي، يبقى ده فراغ البليت بتاعي من هنا لهنا ماشي كده، يبقى انا عندي فترة واحدة، انا مجرد ما دخلت هنا كل المقطع هنا الشير واحد صح، يبقى ماشي خلاص خش واقطع، اقطع هنا مثلا عند مسافة اسمها ار، الاقي حمل موزع كده صح، وهنا حمل موزع كده، والكيو هي اللي جوه، ليه ما حطيتهاش بره؟ ما انا لو حطيتها لبره هيبقى عندي فيكسد مش عارف الشير عنده صح ولا ايه، فانا جيت هنا وخدت الجزء اليمين خلاص، اللي جاي لي من تحت ايه؟ المسافة دي ار صح، من هنا لهنا ار كل ده، طب ومن هنا لهنا لبره هنا 5، يبقى اللي جاي لي من تحت 2 باي ار كيو، اللي جاي لي من فوق باي، خلي بالي بقى 5 تربيع ناقص ار تربيع في ال20 قيمة الحمل، بس بالسالب، ليه سالب؟ على طول لو الشير بره والحمل جوه بتجمع من جوه يبقى موجب، لو الشير جوه وانت بتحمل من بره يبقى سالب ماشي كده تمام. طب لو في قيمة حمل مركز هنا كمان، يبقى القيمة دي ثابتة، يبقى هيتضاف جزء كمان زائد 2 باي 5 في قيمة البي الحمل المركز ده صح، هيبقى كل الاريا دي محملة بحمل موزع، والمحيط ده عليه حمل مركز صح ولا ايه؟ خلاص مجرد ما جبت الكيو اعوض في المعادلة هيظهر ثوابت، اجيب الثوابت عندي ازاي؟ هات ار بتساوي 2 الفاي بزيرو صح؟ مش الديفورمت شيب، السيتا عند الفيكسد بزيرو، يبقى الفاي بزيرو. طب في ايه تاني؟ في عند الار بتساوي 5 الام ار هتساوي كام؟ هتساوي ال50 دي، بس السالب 50 ليه؟ عشان دي السهم فوق، معادلتين اهم وعندي 2 ثوابت اجيبهم، الام ار هو بيبقى عايز في المسألة ام ار وام سيتا، كده كده المعادلة بتاعتهم جيفن، مجرد ما جبت الفاي هوصل لأي حاجة، ام ار دي بتساوي دي بارشال فاي على بارشال ار زائد ميو فاي على الار، الميو جيفن والصو ريشيو، الدي برضو لها قانون اي في التي تكعيب السكنس على على 12 افتح قوس 1 ناقص ميو تربيع ماشي كده. طب الام سيتا بتساوي الدي، الترم ده يجي هنا فاي على الار زائد ميو، والترم ده يجي هنا بارشال فاي على بارشال ار، قوانين موجودة عندك، الموضوع سهل خالص ان شاء الله، وبما نبص في المذكرة برضو في الحالات في مسائل تانية وهنفهم بإذن الله.
بالتوفيق يا شباب، وإن شاء الله نكمل بقى بقية حل امتحانات في الأجزاء الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.